حكاياتنا اليوم حكايات عائمة وسط نهر حياتنا القائمة، وهي متعلقة بقلوبنا النائمة، ورغبت أن نستفيق منها قبل نهايتنا القادمة. ولن أطيل في نهايتنا، لأن الفن في سوء الظن هو مشكلتنا. يقولون أبالغ في وصفي، لكن هذه هي حقيقة عصري. أحسن ظنك بمن حولك، تجعل حياتك أكثر سعادة. وتذكر دائما، لأن تحسن الظن وتخطئ خير من أن تسيء الظن وتصيب. وإن ظننت سوءا في الآخرين فتذكر قوله تعالى: إن بعض الظن إثم. هذه هي حياتنا السائرة، مواقف متعددة ومتكررة، فنقدم حسن الظن في حكمنا ونبتغي نيل الأجر من ربنا. وهنا انتهت الخاطرة، فهل وصلت رسالتي أم لا تزال حائرة؟